السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا سيارة رائعة جميلة جدا. في سيارة شوية صعب, هي سيارة فولكس واجن التيغوان. في سيارة شوية صعب شرحها أو خد شرحها كده, يعني يبغى له شوية زي ما يقولوا إيش, واحد يكون يعني فكره يما واسع أو دماغه لاسعة زي حكايتي أنا. عارفين جماعة الخير المقارنة بين هادي وبين التيغوان الأولانية, شفت الأولانية يعني كانت توم بوي, لما يشوفوا بنت يقولوا له حامد ولد, زي الوردة, الوردة المقفلة كده والشوك وبعدين تفتح السير حاجة حلوة. إذا أشبه أقرب تشبيه للسيارة دي زي لما تشوف مثلا تروح بيت ضيوف عند الناس وتلاقي عندهم ولد أو بنت واثنين عفاريت مفلوتين, البنت ناكشة شعرها والولد في السقف وفي النجف, وأقعد ولد أقعد بنت وخناقة حوسة. سبحان الله تغيب سنة سنتين تلاقي, ترجع تلاقي ما شاء الله الولد بيستقبلك بالباب بالقهوة وبالتمرة وبالابتسامة ومنتهى الأدب واللطف والأخلاق, والبنت سبحان الله صارت مودموزيل ليدي ناعمة وخجولة. دحين دي الحلوة دي كانت كده. فهذا هنا الفرق بين التيغوان الأولانية والتيغوان الحالية. خليكم معنا اليوم ناخدكم لفة ظريفة على السيارة, ورايا بحر جدا الحلو. خليكم معنا كده اليوم نستمتع بالسيارة شوية هنا ونديكم تفاصيلها كاملة. خليكم معنا. أبعاد السيارة الله يسلمكم كالاتي: 4486 1839 و1643 طول عرض ارتفاع. السيارة بشكل أساسي طولة 77 ملي الشاصية, وقصر طول السيارة الإجمالي 33 ملي. أخذت العرض العضلات الرياضية, هذه الفئة الآر بجنود 19. المحرك طبعا الجير بوكس 7 سرعات دبل كلتش تي اس جي, والمحرك 4 سلندر 2000 سي سي الشهير حق الفولكس واجن, حق البنتلي, حق البوغاتي, هو هو بس حسب عدد الضرب حقه من جوا. تلاقيه على فولكس واجن واودي وبنتلي وبوغاتي بالضبط, تلاقيه داخل الشركة. المحرك هنا الله يسلمكم 4 سلندر 2000 سي سي توربو 180 حصان, وفي فئة منها حتنزل 220 حصان أو 240 حسب البلد راح فيها. في فئة منها حتنزل شاصية أطول, هنا 5 ركاب حيصير في 7 ركاب كمان جاية منها. حاليا راح للسوق الأمريكي, حنشوف إذا حتجينا هنا في سوقنا كمان ولا لا. فبديها وسع في فئتها في التسويق, في إنه عملية اللي حابب يا أخي أنا والله عجبتني السيارة وألماني فولكس واجن سيارة الشعب, بس يا أخي أبغى 7 ركاب ما أبغى 5 ركاب, أنا أحب السيارات الأوروبية, أحب الثبات, الفرامل, الأخ الأخ, ليش تروح بعيد 7 ركاب؟ او لا والله ابغى شيء صغير, اهي موجوده. طبعا مثلا كلمه تيغوان, ايش معنات كلمه تيغوان؟ تيغوان الله يسلمكم جمعوا كلمتين, طبعا فولكس واجن سارت الشعب, فحبوا يحطوا اسم مسمى جنبها كده, واختاروا عمر مسابقه ودخلوا فيها اكثر من 350 الف مشترك, فكانوا بيحطوا حاجه كلمه زي كلمه سارت الشعب بتلعب للعب للانبساط للفن. فالشاهد كان في الاسم الاولاني اسمه نانوك, ما راح ما قبلوه الناس, حطوا اسم ثاني اللي هو تيغوان. تيغ وان اللي هي جمع كلمتين اللي هي بالألماني نمر والحرباية, اللي هي تايجر والثاني اللهم صل على سيدنا محمد ايش نسيت اسمه anyway المسمى نمر وحرباية اللي هي الكاميليون, سوري تايجر وكاميليون, حرباء النمر والحرباية. الشاهد فهي خليط بين كلمتين, إنها سيارة شبابية, سيارة حقت انبساط. سوقت السيارة بصراحة ما أنكر منبهر فيها جدا. منافسينها هنا الآن السعر مع الجودة, مع أحيانا مسير في عندك تضارب شوية, هل نأخذ بالسعر أو هنأخذ بالفئة؟ لكن هجيب لكم الاثنين. بالفئة عندنا الراف 4 وعندنا مازدا 6.5 وعند الهوندا السي آر في. السي آر في أظن أغلى نوع على حول 118-120, الرافور على حول 110 تقريبا. طبعا اسعار جماعه الخير بتطلع وتنزل حسب الاسعار بتطلع وتنزل حسب عروض السوق, حسب سعر صرف العمله, فما بيكون ثابت, فعشان كده دائما استخدم اسعار تقريبيه تطلع وتنزل حسب الاختلاف. الان اذا اخذنا السياره دي تبتدي سعرها من 107000 ريال لغايه الفئه دي الفولي لودد 160000 ريال. طبعا التعديل الماكينه في لها, شفت لها كتر لغايه 260 حصان مينتيننج, يعني 260 حصان ومينتيننج عملية المحافظة على عملية الكفاءة حقت الانبعاثات الأخ الأخ. إذا حبينا نخش في 300 و400 حصان وبالراحة تقدر توصل حتى 400 حصان, ترى ما محافظة على الكفاءة حقت الانبعاثات. إن حبينا ندخل في أكثر في, بس وقتها تبتدي تطلع لأشياء تانية أصعب شوية, لكن خلينا نقول لغاية 400 حصان في لها تعديلات كاملة موجودة على السيارة دي. الآن سعريا اذا حبينا نقارن مع الاودي كيو 5
الاودي كيو 5 بحكم انه الاثنين مبنيين على الشاصيه الجديد حق الجولف الجديده. فاذا حابين نقارن مع الاودي كيو 5 فهي ارخص من الاودي بمسافه، اغلى نوع هنا بحوالي 160 وهناك اظن على حوالي 189 السعر. واذا حب فين المشكله الدليما المعضله شويه هنا، هل تاخذ 160 الف فل 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 ولا مثلا تزود ل 180 الف وتاخذ طوارق اقل نوع؟ فهنا صارت بس انه درجه على درجه. الشاهد خليكم معنا اليوم، فعلا سياره جميله، فعلا فيها مواصفات رائعه. النافيجيشن اللي شفناه اول ما شفناه في الاودي كان في الوسط ويجيك في الشاشه قدام، دلع سياره من اجمل ما يمكن، حجمها وقفتها اطلالاتها كده جميله. خليكم معنا اليوم ناخذكم فرجة على السياره و نشرح لكم باقي التفاصيل. واحدة من الأشياء اللي لاحظتها الكوريين متفوقين، يعني هنا في باركينج سنسرز كثير لكن ما في كاميرات جانبية أو 360 درجة زي المنافسين مثلا في انفينيتي أو من المنافسين في السيارات الكورية. فهذه واحدة من الأشياء، يعني في حساسات أي نعم، بس صارت التقنية الآن 360 درجة عفوا اللي هي 360 درجة الكاميرات. فيعني أتمنى برضو واحدة من الأشياء اللي تضاف للسيارة هذه. ما اضغط على بقوه غير في الاخر، لكن فرامل جباره. نسبه الازعاج هذا الله يسلمكم اهي 58.9 ديسيبلز. واحده طبعا السعر زي ما قلت يعني بديهي كده، فيها شويه اشياء كثير حلوه البديهيه الالكترونيه. فالجير بوكس طبعا هذا الجيل الخامس من الفور موشن، نظام الدفع الرباعي التيجوان نفسها الجيل الثاني، لكن انه الدفع الرباعي المتطور الفور موشن هذا الجيل الخامس، فبصراحه رائع جدا. حتى عمليه تحويل العزم قدام لورا يمين لشمال بشكل رائع لسوق السياره دي في دلوج، حيشوف بصراحه شغل جدا جبار منها. فالسياره بصراحه فيها اشياء كثير تكنولوجيا المانيه المعتاد، ما بدي اعيدها وزيدها. حتى الجير بوكس اذا انت معشق مثلا تحطها من الجير بوكس نفسه تختار، او من الشاشه تختار القياده اللي هي الاقتصاديه او الرياضيه او العاديه او اللي هي الاندفجوال، انت تحط الاعدادات حقتك اللي انت تبغاها. ففيها شويه اشياء بصراحه المعتاد حقها المعتاد حلو. تمنيت احصن شويه زياده، لكن هم ركزوا على العزم خصوصا انه السياره في نوع يزميلنا فيها خطاف حق سحب هيتش هوك، فعاملين عفوا الهيتش هوك على اساس انه اسحب الخطاف السحب اسحب له عندك اوزان. والكاميرا نفسها الكاميرا الخلفيه الجانبيه حقت السياره الخلفيه تتحكم فيها باكثر من طريقه، بحيث انك ممكن تشوف نفس الخطاف الاحمال اللي عليك كيف شكلها وايش وضعها. فهذه واحده من الاشياء يعني اللي هي جيدة كسيفتي كسيارة عائلية أو بتسحب ورق مقطور عائلية، في نفس الوقت سيارة حقت أداء ومواصفات أمان كاملة. أهلا وسهلاكم، جربنا السيارة. السيارة بشكل عام كمواصفات أكثر من رائعة، جميلة جدا، فيها مميزات يعني فعلا ممتازة من ناحية السيفتي، التفاصيل 5 نجوم في حالة الصدم، عملية الإلكترونيات الداخلية، الجير بوكس الدي اس جي دبل كلتش 7 سرعات، في عندك ما شاء الله تفاصيل تغلب تقول عندي تفاصيل جميلة من كثرة التفاصيل داخل السيارة. السعر من 107,000 ريال، طبعا ايرباقات حفلة ايرباقات والسيفتي وكل شيء كامل ومساندة طريق والكترونيات وحاجات كثير ما حنتناقش فيها لانه بديهي باينه تماما، وشرحت لكم اياها كميه الحساسات اللي تشوفها في السياره. الان الاشياء اللي شايفها في السياره دي، انا طبعا تبتدي السعر من 107,000 لغايه 160,000، اتمنى السعر ينزل شويه. السياره ممتازه، سيفتي الماني لا يعلى عليها، لو نزلت حتقدر تنافس بقوه من ناحيه الاداء والسيفتي والثبات. الاسعار الصيانه ماني متاكد منها لسه، لكن كمان برضه اتمنى يتم عمل عروض خاصه على الصيانه وعلى الضمان تشجع الناس انها تشتري السياره دي وتجربها. طبعا مع التوجه اللي حاصل الان انه في شركه فولكس واجن الشركه الام السعوديه، فولكس واجن السعوديه موجوده في السعوديه،
وعندنا اثنين وكلاء. اتمنى فعلا سياره فولكس واجن تاخذ حقها ويتم دعمها في السوق السعودي والخليجي، تنتشر خارج جده والرياض والدمام، بحيث انها تنتشر باقي مناطق المملكه والناس فعلا تقدر تشتري سياره، سياره الشعب، سياره رياضيه، سياره امان بسعر معقول، اعتقد حيكون شيء ممتاز. الاشياء اللي ما عجبتني في السياره قبل ما انساها خليني اقول لكم اياها. الهيد اب ديسبلاي رائع اللي موجود في السياره. طيب الاشياء اللي ما عجبتني، الكراسي ما هي مخرمه هنا، ما فيها تبريد، قد تكون لانها الفئه الرياضيه ما اعرف. من ضمن عيوب الفئه الرياضيه انه الكراسي بس سوداء، يا جماعه الخير ما ابغى سوداء، يعني انا ما ابغى اشتري لون اسود، ما هو اجباري، ما في حاليا غير اللون الاسود هو ده اللي يجيك. في عز الصيف اللون الاسود حكون زي انت طالع على الطايف حتلاقيهم ماشيين كده على اربعه شويه، على أربعة وصداماتهم الورانية حمراء، فممكن شوية الواحد يلاقي صداماته الورانية صارت حمراء. سألت ما في مناطق عمياء، قالوا المعذرة منك أول 8 سيارات اللي جاتنا من الفئة الآر ما في المناطق العمياء، لكن الفئات الجديدة إن شاء الله الدفعات الجديدة لما توصل حيكون فيها مناطق عمياء. التحسينات اللي سووا للسيارة زاد طولها 77، زاد طول الشاصي 77 سنتي، قصر 77 ملي، قصر طول السيارة 33 ملي، السيارة حافظت على العرض أو صارت حتى أعرض شوية، الأداء السيارة صار شكلها أجريسيف رياضي أكثر وأجمل، الفخامة من جوا، عملية المواصفات اللي حاطينها، تحسين في صرفية البنزين في الأداء حق السيارة. الماكينة 180 حصان قابلة للرفع، قابلة للرفع، في فئة حتجي منها 220 حصان زي ما قلت، وفي فئة ثانية الله يسلمكم حتجي كمان شخصية أطول، أتمنى هتجينا هنا كمان. صدقا سيارة جميلة فيها كمية أشياء جدا ممتازة، أتمنى من شركة فولكس واجن جادا يعني كذا من جوة قلبي دعم قطع غيار الصيانة، دعم الانتشار، ولا سيارات رائعة جبارة، وأتمنى كمان السعر شوية ينزل، حيرغب ناس كثير انها تجرب السياره الصانع الالماني وتتعامل معها. المستهلك الخليجي دائما يبغى، او السعودي كمان عربي، يبغى سياره تعيش مصاريف اقل، مصاريف ممكنه، اقل مشاكل ممكنه. وهذا السيفتي نوعا ما ابتدينا شوي شوف الوعي حكايه السيفتي، انه تكون السيفتي جدا مهمه، ابتدينا ندخل في هذه السياره فيها السيفتي، سياره الشعب فولكس واجن، ففيها المفروض كمان السعر اللي هو فيها السيفتي، فيها الثبات، الامان، الفرامل، فيها العملانيه. وكنت اتمنى شويه السعر مقارنه باودي وبسيارات ثانيه منافسه اوروبيه، الرينج روفر، الايفوك، البي ام دبليو الاكس 3، المرسيدس، سعر اقل منهم كلهم، خلينا نكون واقعيين، اقل منهم كلهم. قارنها بالانفينيتي كيو 30 اس، اعلى بشيء بسيط هناك على حوالي 162,000 تقريبا، هنا نفس الشيء، هناك نعم 208 احصنه، هنا 180 حصان، بس هنا مركزين على العزم، والسياره هنا مديتك طبعا مع الارتفاع مديتك التوربو، سهل انه تلعب في البرمجه حاجه بسيطه، لكن بدون اللعب ال 180 حصان في السياره عامله شغل جبار، ابجريدبل، قد في امكانيه كبيره ان الواحد يزود ويعدل ويقويها زياده. اتمنى تحط عليها صيانه مجانيه، اتمنى قلت السعر شويه تخفض عشان ينافس الياباني والكوري هو، لكن ان حطيناها مع الاوروبيين فهي منافس قوي وشرس جدا، سعريا وادائيا وشكليا ومواصفاتيا من جميع النواحي. وان حبينا ندخل على سيارات يابانيه عشان نستقطبوا الجمهور حق الياباني او الامريكي اللي حابب، السعر فيها من 107,000 ريال تقدر تسحب ناس كثير جدا، خصوصا مع التركيز على حكايه السيفتي، بس زي ما قلت ممكن يحلوا له 100 زي اللي بيشرب شاهي او قهوه، حابب شويه ملعقه سكر زياده، ممكن ملعقه السكر هذه حاجه بسيطه تنضاف عليها ما حتضر الشركه، وحيكسب مقابلها اشياء كثير جدا في السوق. لكن بشكل عام حكم على السياره نفسي اشتريها، يعني فعلا عجبتني، توقعت انه هي الاربع ابواب هذه الشخصيه الاولانيه ممكن شويه نوعا ما تكون ضيقه، لا والله قاعدين وراه ما شاء الله السياره من اجمل ما يمكن، على الاقل انا بسوق اللي قاعدين معايا في البيت ما حد كان متضايق من حجم السياره من الخلف، لكن بشكل عام السياره ممتازه ما شاء الله تبارك الله. ختاما اتمنى قدرنا نديكم معلومات السياره كامله، ولو في قصور ارجوكم سامحونا، ولتجارب ثانيه كثير، وشكرا لكم.